السلام عليكم. هل فاجأت السعودية العالم حقا بمبادرتها لوقف إطلاق نار شامل في اليمن؟ ثمة من رأى الأمر كذلك، غير أن فريقا آخر من المهتمين بما يجري في المنطقة اعتبر المبادرة ثمرة طبيعية لجملة من المتغيرات، أولها وأهمها التغيير الذي أصاب رأس السلطة في البيت الأبيض الأمريكي، وآخرها حملة التصعيد التي شنتها ميليشيات الحوثي اليمنية للسيطرة على مدينة مأرب شديدة الأهمية وتكثيف الهجوم على الأراضي السعودية بطائرات مفخخة. وسواء أكان الأمر مفاجئاً أم تطوراً طبيعياً ضمن مسار أحداث معقد، فإن السؤال المطروح: هل هذه المبادرة تعبر عن توجه حقيقي وعميق للسياسة السعودية في اليمن؟ أم أنها مناورة هدفها إظهار الرياض بمظهر اللاعب المرن ووضع الكرة في ملعب الحوثيين ومن يدعمهم؟ نسعى للحصول على إجابة عن هذا السؤال وأسئلة أخرى في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث العرب. أهلاً بكم. منذ سنوات والحرب تحصد أرواح اليمنيين في استنزاف قتل فيه نحو 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12 ألف مدني، ضحية الأزمة التي خلفها انقلاب ميليشيا الحوثي عام 2014 بحسب الأمم المتحدة، وما زال تعنته يغذي أسوأ أزمة إنسانية في العالم يدفع ثمنها الشعب اليمني. آلة الحرب في اليمن خلقت مجموعة من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية أدت إلى انهياره، مع استمرار الحكومة الشرعية في خوض معارك مستمرة مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران. إلا أن ثمة بصيص أمل يلوح في الأفق من خلال مبادرة لإنهاء الحرب في جميع أرجاء اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة، أعلنتها المملكة العربية السعودية التي تمثل الداعم الأكبر للحكومة الشرعية اليمنية. الخارجية السعودية قالت إن وقف إطلاق النار سيبدأ فور موافقة الحوثيين على المبادرة التي تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء الأزمة، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة وقف التدخل الإيراني في اليمن. رد ميليشيا الحوثي وصف المبادرة السعودية بأنها لا تتضمن شيئا جديدا، لكنه أشار إلى أن المحادثات مع السعودية وسلطنة عمان والولايات المتحدة ستستمر، فيما رحبت وزارة الخارجية اليمنية بمبادرة السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن، وأشارت إلى أن ميليشيا الحوثي قابلت كل المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة وعملت على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية. المبادرة حظيت بدعم وتأييد مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، بالإضافة إلى الأردن والصين، كما رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالمبادرة ودعت كافة الأطراف لوقف إطلاق النار والعودة لطاولة التفاوض. إذن مبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن بين ترحيب دولي ورفض حوثي حتى الآن. عن هذا الموضوع يسعدنا الترحيب بضيوف الحلقة. معنا في الاستوديو الأستاذ عادل دشيلة الباحث السياسي، وأيضا الأستاذ أمجد جبريل الباحث في الشؤون العربية والإقليمية، كما ينضم إلينا عبر الهاتف من مكة المكرمة الأستاذ عبد الحفيظ عبد الرحيم أستاذ الجغرافيا السياسية والاقتصادية. أهلا بالجمع الكريم. أستاذ أمجد، بداية، هذه المبادرة هل هي يعني في المبتدأ والغاية سعودية أم أنها أمريكية أكثر منها أن تكون سعودية؟ أولا شكرا على هذه المقدمة المستفيضة المهمة للموضوع، وثانيا هي تعكس التوجهات الأمريكية، يعني هي طبعا استجابة سعودية للتوجهات التي جاء بها الرئيس بايدن في خطابه من أمام الخارجية الأمريكية في 4 فبراير الماضي. بعبارة أخرى، السعودية تلمس أن هناك حراكا دوليا في عدة مناطق وأن اليمن سيكون مدخلا للضغط عليها في المرحلة المقبلة، فلذلك قررت أن تستبق الأمور بتقديم هذه المبادرة إذا صح تسميتها بالمبادرة بالمناسبة، ثم لكي تضع الضغط على الجانب الحوثي وعلى الجانب الإيراني حتى يظهر بمظهر أنهما هما اللذان يرفضان وقف الحرب ويريدان استمرار الصراع في اليمن لأهداف أخرى. لذلك من دوافع تقديم هذه المبادرة السعودية إنقاذ في الحقيقة ما وجه السعودية، السعودية في مأزق حقيقي في حرب اليمن، واليوم أو غدا الذكرى 6 لهذه الحرب، وتتذكر المتحدث باسم التحالف أحمد عسيري
في بداية الحرب بعد أقل من أسبوعين قال دمرنا 80% من منصات إطلاق الصواريخ للحوثية، وإذا كان ذلك قد حدث فعلا فلماذا تستمر الحرب حتى هذه اللحظة؟ السعودية في مأزق حقيقي. تحفظت على تسميتها مبادرة، يعني إذا جاز أن نسميها مبادرة إذا ماذا يمكن أن تسميها؟ أنا أعتقد أنها مجموعة أفكار دبلوماسية لكنها لا ترقى إلى مستوى المبادرة. تعتقد أحيانا المبادرة ينبغي أن يكون لها أنياب، ينبغي أن يكون فيها أوراق ضغط، ينبغي أن تتمتع بدعم دولي وإقليمي، مع أنه هذا موجود في الواقع ولا أحد يعترض على وقف الحرب بكل تأكيد، لكن هي القضية هل المبادرة فيها ما يكفي لكي تكون ناجحة ومؤثرة على الأرض؟ دعني أشير إلى شيء صغير جدا. موضوع حرب اليمن بالمناسبة يثير خلافا داخل الأسرة المالكة السعودية. سأذكر بتصريحات الأمير أحمد بن عبد العزيز عندما كان في لندن في أغسطس عام 2019، عندما يعني أمامه تجمع بعض الناس وانتقدوا الأسرة المالكة، فقال لا، حرب اليمن مسؤول عنها الملك وولي عهده بهذه الصورة. وأنا كتبت مرارا أن حرب اليمن جزء منها مقصود السعي إلى المكانة الإقليمية للسعودية، تأديب الحوثيين، إظهار الأمير محمد بن سلمان باعتباره الرجل العسكري القائد الذكي الذي استطاع أن يؤمن المملكة ويقضي على حركة الحوثيين ويؤمن الحدود الجنوبية. طيب لو ذهبنا إلى مكة المكرمة لنسأل الأستاذ عبد الحفيظ في السياق ذاته ولكن من منحى آخر، هل هذه المبادرة يمكن اعتبارها بالنظر إلى ملابساتها السياسية والتطورات السياسية الإقليمية والدولية، هل يمكن اعتبارها تعبير عن فعل استراتيجي سعودي ذاتي، أم هي بمعنى آخر رد فعل لتطورات ميدانية وخصوصا بعد التصعيد الحوثي باتجاه مأرب وحتى باتجاه الأراضي السعودية عبر الطائرات المفخخة؟ أرحب بك أستاذ جهادي بضيوفك الكرام. أهلا بك بالمشاهدين. أهلا وسهلا. دعني فقط يعني أدخل قبل الإجابة على سؤالك بمقدمة سريعة جدا. حقيقة منذ التبشير بذوبعة بايدن حول صدور التوتر التقرير حول السعودية، حقيقة استبشر أعداء السعودية من أن الوقت قد حان لنهاية السعودية. حقيقة اكتشف بايدن أن السعودية الحقيقة هي القادرة على تحجيمه وليس العكس. حقيقة هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية أيضا الأخرى، أود أن دخول المملكة العربية السعودية إلى بعاصفة الحزب في 2015 كان ردة فعل على الاتفاق النووي في عهد الديمقراطيين في عهد أوباما. الحقيقة عشان أرد على ضيفك الكريم أن المملكة العربية السعودية يعني كانت هناك ثلاث مراحل: المرحلة الحوار الوطني اليمني، المبادرة الخليجية، وقرار الأممي 22-16. الحوثيين انقلبوا على كل هذه، طبعا بدعم إيراني. السؤال الآن هل المملكة العربية السعودية مبادرتها كما كان في سؤالك هي مبادرة ردة فعل؟ أنا أعتقد يعني الكونغرس بعدما طبعا حقق السعودية 70 عضو من الديمقراطيين 70 عضو من الجمهوريين أصروا على بايدن من أن يعني ملف نفوذ إيران يجب أن يكون ضمن أي اتفاق جديد، ولن تقبل السعودية أن تعود مرة أخرى إلى اتفاق 2015. هذه نقطة. الحقيقة هنا بدأ يعني الداخل الأمريكي، السياسيين الأمريكيين يضغطون على بايدن لأنه فشل يعني وجه بايدن أمام السعودية بعد التقرير. الحقيقة دخل في أزمة، وين كان الآخر ضيوفك يعني يناقضوني هذا الرأي لكل طرفين رأي يعني. فطبعا هنا أرسل مبعوث أممي إلى اليمن بالإضافة إلى مبعوث أمريكي بالإضافة إلى المبعوث. أنا أعتقد قرأت إيران أن هناك في تحول، فأوحت أوعدت للحوثيين بضرب مطار عبا مباشرة. راح اجتمع أول ما اجتمع المبعوث الأممي تيم مع يعني في الرياض مع وزير الخارجية ومع
نائب وزير الدفاع وتفاهموا على أشياء معينة. اجتمع في سلطنة عمان، على فكرة سلطنة عمان الآن يعني في تقارب كبير جدا بينها وبين المملكة العربية السعودية. اجتمع في بالحوثيين هناك، يبدو أنه هناك في قراءة، طبعا قراءة من جانبين. رأسا بدأ يعني إيران ظنت من أن مأرب صيد سهل ونزهة، فبدأوا طبعا بالاستيلاء على اليمن من أجل الاستيلاء على شبوة للوصول إلى البحر العربي. أفهم من كلامك، معذرة أستاذ عبد الحفيظ، يعني أفهم من كلامك أن هذه المبادرة ليست استجابة للمتغيرات الميدانية والسياسية، وإنما هي تعبير عن رؤية جديدة للسعودية؟ تفاهم مشترك ما بين الولايات المتحدة السعودية نتيجة الضغوط السعودية. نتيجة الضغوط السعودية، السعودية دولة يعني الحقيقة يهمها الأمن والاستقرار في اليمن، باعتبار أن اليمن جزء من أمنها والأمن الخليجي، على عكس إيران. إيران تريد يعني عدم الاستقرار في اليمن من أجل أن يهدد الأمن السعودي. أستاذ عبد الحفيظ، يعني عندما تقول أرجو المعذرة، نقطة مهمة أثرت نقطة مهمة، يعني عندما تقول هناك هذه المبادرة نتيجة حوار مشترك بين أمريكا والسعودية ونتيجة ضغوط سعودية، يعني لو باختصار بدقيقة من فضلك، أوراق الضغط السعودية على أمريكا في مثل هذه المرحلة؟ لا، أوراق الضغط إن رفضت لبايدن أن يعود إلى اتفاق 2015 اللي هي المملكة العربية السعودية قادت عاصفة الحزم، فستعيد الكرة الآن، لأن المملكة العربية السعودية دولة لديها أوراق ضغط كبيرة جدا، لديها شراكات مع الصين، لديها شراكات مع روسيا، مع دول كثيرة جدا. يعني حضور الآن البارح اجتماع وزير الخارجية مع محمد بن سلمان وليس مع وزير الخارجية، هذه أوراق ضغط. على فكرة ترى المملكة العربية السعودية ليس كما يصورها ضيفك الكريم، المملكة العربية السعودية رقم صعب جدا. نعم. ودولة لها يعني تحسب لها الولايات المتحدة مكانتها، ترى أعداء المملكة العربية السعودية يعني لا يحسبون للمملكة العربية السعودية أي حساب. يعني الحقيقة هذه المبادرة هي لم تأتي يعني عبث، وإنما نتيجة الضغوط السعودية. طيب. على بايدن الذي يعني من خلال تنسيق مشترك ما بين. طيب. الولايات المتحدة السعودية وظن حتى أمريكا ظنت أن الحوثيين سيستولون على مأرب، ولكن الشعب اليمني انتفض. هذا ضغط سعودي، ضغط سعودي على أمريكا في سبيل تعزيز هذه المبادرة وتعزيز قيمتها. لو رجعت إلى الاستوديو لأسأل الأستاذ عادل، يعني ربما التوقيت هذه المبادرة أجيب عنه من خلال كلام الضيفين الكريمين، أسألك عن دوافع السعودية وراء هذه المبادرة، دواعيها، ماذا تريد من وراء هذه المبادرة في هذا الوقت؟ أولا، المملكة العربية السعودية في الأول والأخير تريد الحفاظ على أمنها القومي، هذا في المقام الأول. وبالتالي أنا باعتقادي أن دوافع هذه المبادرة ليست سعودية بقدر ما هي مراضاة للمجتمع الدولي وأيضا للإقليم. نحن ندرك بأن المملكة العربية السعودية ضغطت على الحكومة اليمنية عشية ما يسمى باتفاقية ستوكهولم، ووقعت الحكومة اليمنية على تلك الاتفاقية وهي مجبرة، حينما كان الجيش اليمني على مداخل أبواب الحديدة. هذا من جانب. من جانب آخر، الإدارة الأمريكية لديها ملفات دولية أكبر من القضية اليمنية، وبالتالي هي تريد الآن حل سياسي للأزمة في اليمن. السعودية أدركت هذا الأمر، وأدركت توجه اليسار الأمريكي في الإدارة الأمريكية الجديدة هذا الأمر، ولذلك سارعت بإعلان هذه المبادرة، وهي ترتكز على قرارات الشرعية الدولية وعلى مبادرة وعلى مخرجات الحوار الوطني وعلى المبادرة الخليجية. من حيث المنطق هذا كله يطالب به العالم من حيث المبادرة، وبالتالي لا جديد في المبادرة. أيضا الجديد في المبادرة أنها يعني قدمت بعض الأشياء للحركة الحوثية، منها فتح مطار صنعاء جزئيا أو ما شابه ذلك. لكن نعود إلى النقطة الرئيسية، الدوافع هي ليست سعودية ولا حتى من الحكومة اليمنية ولا أيضا ولا الحركة الحوثية ليست مستعدة للتعامل مع هذه المبادرة. إذن الإدارة الأمريكية تنظر إلى اليمن من ملف إنساني وأمني، وتريد أن تغلق هذين الملفين
ومن ثم تتفرغ لمواجهة الصين. يعني أمريكا تريد أن تفصل الملف السياسي عن الملف الإنساني، وهذا هو وهذا هو التوجه الآن. يقول حتى الحركة الحوثية قالت قبل أيام بعد إعلان المبادرة، وهذا مطلب حوثي، نريد أن نفصل الملف الإنساني عن السياسي والعسكري. أيضا عندما نقول أن هناك يعني في الواقع الحركة الحوثية يعني انكسرت عسكريا في أبواب مأرب، ضربات التحالف كانت دقيقة لا أحد ينكر، لكن قبل تتقدم أيام ببطء يعني لا تتقدم ببطء، وإنما نتيجة للخلافات الجذرية بين أطراف الشرعية اليمنية وقوى التحالف العربي، ونحن ندرك هذه الخلافات جيدا. أيضا اليوم الناطق الإعلامي لما يسمى بالحركة الحوثية قال بأنه لديه تحفظات أو لديه ملاحظات على المبادرة السعودية، وقدمها للوسيط العماني اليوم، هذا التصريح اليوم. نعم. إذن أنا باعتقادي أن هذه المبادرة الآن لن تزيد الطين إلا بلة، لا جديد في المبادرة. بالنسبة لمن ستزيد الطين؟ بالنسبة للأزمة اليمنية وللسعودية على وجه التحديد. يعني الحركة الحوثية لن تقبل، الحركة الحوثية حاليا يعني بموجب هذه الدوافع تفهم بأنه يجب أن يكون هناك حل سياسي بناء على مخرجات الحرب، ويسعى إلى إقامة علاقة مباشرة بين الحركة الحوثية والسعودية. هذا التصريح الحوثي اليوم. طيب هذا أستاذ عادل ما تتفضل به مرتبط بمدى فرص نجاح هذه المبادرة الذي سنتحدث عنه بعد الفاصل، لكن لو أذنت لي أن أنتقل مرة أخرى إلى الأستاذ أمجد. أنت تحدثت أنها لا ترقى إلى أن تكون مبادرة متكاملة الملامح، وإنما مجموعة من الأفكار. من هذه الأفكار وضع إيرادات الضرائب القادمة عبر ميناء الحديدة وفي مصرف مشترك بين الحكومة الشرعية وبين ميليشيات الحوثية، طيب، وفتح جزء لمطار صنعاء. هل هذه الأفكار برأيك ترقى إلى أن تعكس رغبة حقيقية لدى السعودية في إيقاف الحرب وشروع في مفاوضات سياسية؟ أنا من وجهة نظري السعودية في موقع ضعيف وخياراتها أصلا محدودة، وطرح هذه المبادرة لا يأتي في الواقع من موقع قوة كما كان يتحدث الضيف من السعودية، وإنما يأتي في الواقع من موقع ضعف. السعودية تحاول أن تدرأ تطور سيناريوهات خطيرة جدا على أمنها القومي، باعتبار أنه يعني مثل استهداف كل جنوب السعودية، جازان، أبها، وحتى وصولا إلى رأس تنورة، وصولا إلى أرامكو في لكن هذه الدفاعات الجوية تتعامل معها بنجاح إلى درجة كبيرة، لكن الأثر النفسي لهذه الضربات هو أثر كبير جدا. يعني تذكر الضربة اللي كانت على إبقيق وهجرة أخريص في سبتمبر عام 2019 أدت إلى إيقاف نصف إنتاج النفط السعودي، يعني حوالي 5 مليون برميل يوميا توقفت بسبب هذه الضربات الحوثية، التي قد لا تكون حوثية بالمناسبة، قد تكون قادمة من إيران أو من العراق، حتى ميليشيات تابعة لإيران، لكن في كل الأحوال أسعار النفط وإنتاج النفط تتأثر بهذا المناخ النفسي. السعودية فعلا في وضع حرج جدا. لكن أستاذ أمجد معذرة، يعني نقاط مهمة هذه، لكن هذا قد تكون أوراق قوة بيد السعودية نحو تشكيل ضغط دولي باتجاه الحوثيين ومن يدعمهم وهي إيران. أنا أعتقد ذلك، وأعتقد أنه السعودية خيارها بشن حرب على اليمن أعتقد أنه خيار خاطئ. نحن درسنا في العلاقات العربية أن استخدام الأداة العسكرية لابد أن يكون دقيقا جدا وموجها بطريقة ذكية، وبالمناسبة لا يوجد قوة خارجية تدخلت في اليمن وخرجت رابحة. يعني مثلا جمال عبد الناصر تدخل في اليمن في عام 62 واستمر حتى هزيمة حزيران 67 مع إسرائيل، وانسحب يجر أذيال الخيبة، ومن سنة 65 وقع اتفاقية جدة مع السعودية وكان سيسحب قواته من اليمن. بالمناسبة اليمن عقدة عربية بمعنى الكلمة. لكن أستاذ أمجد السعودية تملك قوة حقيقية على الأرض، وهم في النهاية يمنيون وقبائل ومقاتلون ومدربون ولديهم السلاح ولديهم الدافع للسيطرة، يعني ليست أوراق عادية بيد السعودية. أنا لا أنكر أن السعودية لديها أوراق معينة في الحالة اليمنية، لكنها أهدرت هذه الأوراق بسوء السياسات المتبعة من ساعة شن ما يسمى عاصفة الحزم. مثل ماذا سوء السياسات؟ مثل ماذا سوء السياسات؟ مثلا القصف أحيانا على أماكن مدنية، ليس على أماكن مدنية وإنما على أماكن حوثية، يقع مدنيون عرضا، هذا يقال أحيانا في تبرير الحروب، لكن في الحقيقة الاستراتيجية عادة أو السياسة الخارجية ترتكز على عدة أدوات تنفيذية، واحدة منها الأداة العسكرية، وبالمناسبة آخر الخيارات يسمونها last resort، يعني آخر خيار يلجأ إليه صنع قرار هو الأداة العسكرية. عندما يفشل في كل أدوات الضغط الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي والأمني وكل أدوات والاستخباري إلى آخره، ساعتها يلجأ إلى الخيار العسكري. السعودية كان بيدها عدة خيارات لمنع حتى سقوط صنعاء بالمناسبة في يد الحوثيين في سبتمبر عام 2014، الذي لم يحدث إلا في رأيي الشخصي بضوء أخضر سعودي، أو على الأقل صمت على
ذلك حتى يضعف حزب الإصلاح في اليمن ويضعف علي صالح في اليمن، ويتمكن الحوثيون من إيجاد معادلة معينة تمكنهم من السيطرة على البلاد بحيث يكون الإصلاح وعلي صالح في وضع أصعب. طيب، يبدو أن ضيفنا في الاستوديو ملاحظات ربما نرجع إليه بعد قليل. الآن سنذهب إلى فاصل، ما زال في جعبتنا المزيد، ولكن بعد فاصل قصير. أسعدكم الله، هذه عودة لاستئناف الحديث بشأن مستقبل المبادرة السعودية لوقف النار في اليمن والشروع في حوار سياسي. أستاذ عبد الحفيظ، يعني كان لافتا حقا سرعة الرد الحوثي على المبادرة، يعني بمجرد إعلان المبادرة جاء رجع الصدى من صنعاء ورفض الحوثيون جملة وتفصيلا وقالوا إنها لا تأتي بجديد. هل من تفسيرا للرفض أولا ومن ثم لسرعة هذا الرد، سرعة هذا الرفض برأيك؟ دعني اولا ان ملف الولايات المتحده لا تتعامل مع الملف اليمني من منطلق انساني، هذا ليس صحيحا. الولايات المتحده تتعامل، تجاوزناها استاذ عبد الحفيظ، ارجو المعذره منك، يعني ما عندنا وقت لانه تفضل. معلش اسمح لي، هو ملف لتجريد ايران من ملفات المنطقه التي تستخدمها اوراق تفاوض، هذه نقطه. النقطة الثانية، الحقيقة كما ذكرت أنت الآن، طبيعي المملكة العربية السعودية أن الحوثيين سيرفضون المبادرة، لكن الآن الحقيقة الحوثيين يعني هذه المبادرة الشعب اليمني لماذا رفضوها؟ يعني قراءتك لهذا الرفض أستاذ عبد الحفيظ؟ طبيعي يرفضون، ومتوقع السعودية أنهم سيرفضون، لكن ماذا ستجني المملكة العربية السعودية من هذه المبادرة؟ ستجني المملكة العربية السعودية من هذه المبادرة تفكيك التحشيد الحوثي. الحوثي الآن محاصر في الحديدة من جهتين، من تعز من الجنوب وحجة من الشمال، محاصر هو في الآن في مأرب، يعني الحوثي أصبح في أضعف مراحل. النقطة المهمة جدا التي أود أقولها، ترى المملكة العربية السعودية الآن أصبحت تصنع أسلحة، يعني الأزمة اليمنية كانت رب ضارة الناس، تصنع أسلحة متقدمة جدا، رادمات، صواريخ روسية، دبابات مع كوريا الشمالية. يعني أنت تقول الحوثيين في أضعف مراحلهم، كيف ذاك والآن الإعلام السعودي، طبعا أنا أنقل لك رأي معترض حتى تفند وأرجو الاختصار من فضلك، كيف تكون الحوثيون في أضعف مراحلهم والإعلام السعودي يحتفل مع كل صاروخ مضاد يسقطه السعوديون لصواريخ للطائرات المفخخة الحوثية؟ بمعنى آخر، يعني صار إسقاط الطائرات الحوثية المنطلقة من اليمن إلى الأراضي السعودية صار إنجازا في الإعلام السعودي؟ لا، الحقيقة الولايات المتحدة، أنا أرد عليك، الولايات المتحدة معجبة بقدرات الدفاع السعودية، كيف أنها تسقط 7 صواريخ في آن واحد، في آن واحد. يعني القدرات السعودية وهي صناعات محلية حقيقة، صواريخ محلية، تصنيع محلي، وهذه الصواريخ صواريخ حقيقة إيرانية يديرها طبعا من حزب الله من إيران في 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 اليمن، وليس يمنيين. والآن معظم هذه الصواريخ تم تدميرها في صنعاء، في صعدة، في مال. طيب
لو عدنا إلى الاستوديو أستاذ عادل، الأجواء السياسية والميدانية سواء الإقليمية أو الدولية إلى أي مدى توفر أرضية راسخة لإجراء حوار سياسي في اليمن الآن؟ أولا الوقائع على الأرض تؤكد بأنه لا معنى لأي عملية سياسية ما لم يتم تقدم عسكري على الأرض، ولذلك الشرعية اليمنية للدولة اليمنية أو حتى للجانب الآخر. هذه حرب دارت لمدة 6 سنوات، الحوثيون اليوم يطالبون باتفاق سياسي بناء على مخرجات الحرب، والحوثي يهاجم السعودية كل يوم ويطالب بالجلوس مع المملكة العربية السعودية على طاولة واحدة. وبالتالي أعتقد أنه لازلنا بعيدين عن الحل السياسي الحقيقي. أما بالنسبة للأمم المتحدة فهي تطالب بشراكة سياسية، حتى الإعلان المشترك قبل العام الماضي عندما قال لابد من حوار سياسي بين أطراف العملية السياسية وتناسى الجمهورية اليمنية، وبالتالي الأمم المتحدة تريد شراكة سياسية. يوم أمس قال ما يسمى بالمبعوث الأممي السابق جمال بن عمر لابد من إيجاد حل سياسي وشراكة سياسية بين جميع الأطراف، أي نريد مربع المحاصصة أو ما يسمى بسيناريو المحاصصة. لكن أستاذ عادل دعني أقول لك، يعني ربما يكون يعني الرفض الحوثي الآن هو رفض تفاوضي أكثر منه رفض مبدئي. الحركة الحوثية رفض الحركة الحوثية يأتي لعدة اعتبارات. أولا الحركة الحوثية تريد الآن الجلوس على الطاولة مع السعودية مباشرة ولا تريد الجلوس مع الشرعية اليمنية، هذا من جانب. من جانب آخر الحركة الحوثية ترتبط ارتباطا مباشرا بالمخابرات الإيرانية، وبالتالي بالأمس صرح ما يسمى بالسفير الإيراني الغير الشرعي داخل صنعاء وقال على الاحتلال السعودي أن يغادر الأراضي اليمنية. إذن أن الحركة الحوثية الآن مرتبطة إقليميا بإيران وما يسمى بحلف الممانعة، وبالتالي أي تصريح من الحركة الحوثية لا يأتي إلا بموافقة من هذه الجهات. ثانيا أن الحركة الحوثية الآن صحيح أنها على الأرض ليست على ما يرام، إيران وافقت ولكن أو قبلت من حيث المبدأ، قبلت بالحوار ولكن على شروط، ولديها شروط، واليوم قدموا ملاحظات على هذه المبادرة. الآن في الوقت الراهن نحن اليمنيين أصحاب الأرض، أي مبادرة لا تعنينا بشيء. نحن إذا لم تعالج جذور الأزمة هذه المبادرة حتى هذه اللحظة التي طرحت بناء على رغبات إقليمية وبناء على مصالح إقليمية، لكنها لا تناقش القضية الجوهرية لأبناء الشعب اليمني، مما يعني أن هذه المبادرة مثل المبادرات السابقة ستفشل ما لم تعالج جذور الأزمة. وجذور الأزمة المجال أو الجوانب الأمنية والعسكري، والسعودية لها باع طول في هذا المجال من خلال المبادرات السابقة. سيد أمجد، يعني ألا يمكن أن يشكل الترحيب الأمريكي والبريطاني والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، الكل رحب بهذه المبادرة، ألا يمكن أن يشكل هذا نوعا من أجواء الضغط على الحوثيين حتى يرضخوا في نهاية الأمر ويجلسوا على طاولة المفاوضات؟ ربما تحتاج المفاوضات إلى سنين، لكن ألا يكفي هذا الضغط يشكل ضغطا دوليا لقبول المبادرة؟ هذا الضغط يبدو ضغطا رمزيا أكثر منه ضغطا فعليا، وأنا أوافق الأستاذ عادل على تصنيفه للبعد الإيراني أو الإيراني فاكتور في الموضوع. البعد الإيراني في أزمة اليمن هو بعد حقيقي، لأنه الصراع حول اليمن الآن تحول إلى صراع إقليمي بين السعودية وإيران، طبعا يمثل إيران جبهة الحوثي، ومن ناحية أخرى هو صراع أيضا دولي بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية حول الملف النووي الإيراني. بعبارة أخرى ليس سهلا أن تخلص الملف النووي من أنياب إيران، لأنها تمسك بهذا الملف وهي تريد إسقاط مأرب فعليا حتى يتحسن وضعها لكي تعود إلى الاتفاق النووي كما تريد هي. بالمناسبة أمس أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي كان في أوروبا وقال إن الكرة في ملعب إيران، يعني على إيران اتخاذ الخطوة الأولى في مسألة العودة إلى الاتفاق النووي. الإيرانيون يقولون، حسن روحاني بالأمس الرئيس الإيراني قال لا، إذا هم التزموا بالاتفاق نحن نعود للالتزام بالاتفاق، يعني عودة متزامنة إذا جاز القول. المشكلة هنا في الموضوع كله أنه فرص المبادرة السعودية ضعيفة لأسباب تتعلق ليس فقط باليمن وإنما أيضا بوضع الإقليم وبوضع السياسات الأمريكية. عندما جاء الرئيس بايدن تفاءل كثيرون بأنه يملك يعني كما يقال عصا سحرية، وأنه هو الذي طرح فكرة الحل الدبلوماسي لأزمة اليمن باعتبار أنه ليس هناك حل عسكري لليمن، وبالمناسبة هذا استنتاج صحيح. لكن المشكلة هنا أنه الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها أوراق ضغط حقيقية لا على الحوثي ولا على إيران، هي تملك ضغطا على السعودية والإمارات يعني الطرف المقابل في هذه الحرب، لكن لا تملك ضغط أوراق ضغط حقيقية على إيران ولا على الحوثي. من ناحية أخرى هي رفعت تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، فإذا ليس هناك ضغط عليهم، بالعكس هم تشجعوا أكثر حتى يهاجموا مأرب ويتوسعوا أكثر وربما يفتحوا جبهات أخرى في تعز وغيرها. طيب أستاذ عبد الحفيظ، عطفا على ما قاله ضيفانا وخصوصا الأستاذ أمجد، يعني هذه المبادرة في واقع الأمر وجهت من قبل رفض كليا حتى الآن من الحوثيين، بل إنهم اشترطوا حتى للقبول بهذه المبادرة أن
الإقرار بأن ما حصل في اليمن هو عدوان سعودي على اليمن، وبعد ذلك رفع حصار شامل وكامل عن صنعاء وعن ميناء الحديدة. هل يعني هذا، وطبعا هذه يعني شروط لا تستطيع أن تقبل بها السعودية لأنه فيه إراقة لماء وجهها، يعني هل يعني ذلك أن هذه المبادرة ولدت ميتة؟ حقيقة الأخ ماجد أمجد يبالغ يعني كثيرا. المملكة العربية السعودية يهمها هو حقيقة ردا على الجميع أن هذه المبادرة لن تقبل أن تكون إيران فيها طرف حتى لو أرادت الولايات المتحدة. المملكة العربية السعودية تود أن تكون الأزمة اليمنية بعيدة عن الحل الإقليمي، بل هي فقط تكون يعني في داخل وطنية. والأخ طبعا عادل حينما يقول لا، الآن المجتمع الدولي أصدر قرار اللي هو قراره 2564 الأخير في مجلس الأمن. أنا أعتقد هذا دعم للمملكة العربية السعودية. وهناك جذور، ما هي يعني الجذور واضحة، الحوار الوطني اليمني. هذا أستاذ عبد الحفيظ، يعني هذا الكلام الذي تتفضل به واضح طبعا، لكن ليس هناك من يملك القدرة على الضغط على الحوثيين باستثناء إيران. يعني أمريكا الآن ليست بوارد الضغط على الحوثيين، بل هي رفعتهم لن تقبل السعودية. هل يعني هذا أن المبادرة ولدت ميتة، ليس هناك فرصة لحياتها لبقائها حية؟ لا، الحل في يد اليمنيين حقيقة، لأن الآن المملكة العربية السعودية هدفها أن تعذب حوثي. الآن القبائل انتفضت في داخل اليمن، التحشيد 40 شخص قتلوا الحوثي، رفضوا الانضمام إلى جبهات القتال. يعني الآن الحوثيين بدأ وزير الإعلام الحوثي يعني هرب إلى السعودية. يعني أستاذ عبد الحفيظ، يعني الحوثيون الآن يبدو كما لو أنهم المراقب يعني من خارج الصورة يرى بأن الحوثيين كما لو أنهم يحظون بغطاء دولي، يعني هم انقلبوا على الشرعية وتقدموا في مناطق كثيرة وارتكبوا جرائم حرب باعتراف المنظمات الإنسانية، ومع ذلك لا يوجد هناك لا ضغط ولا حساب. ألا يعني ذلك أن السعودية في مبادرتها بالتحديد في موقف ضعيف؟ هو شوف أخي جهاد، ترى المجتمع الدولي كما ذكرت أنت لن يقبل ان تكون عضلات المملكه العربيه السعوديه قويه، ولذلك حينما ارادت ان تنتزع الحديده من الحوثيين وضعوا يعني اتفاقيه سوكهولم. الان المملكه العربيه السعوديه هي التي تضع هذه المبادره التي فرضتها على الولايات المتحده، طبعا بتنسيق بعد الضغط، بعد فشل يعني بعدما اصبح بايدن في حالة يرثى لها حقيقة، ويمكن أن ضيوفك لن يقبلوا هذا الكلام. ونصحوا هناك سياسيين أمريكيين، نصحوا بايدن بأنه لن يكون قادرا على المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية رقم صعب، وبالفعل رضخ بايدن للمملكة العربية السعودية وأرسل مبعوثه إلى اليمن. أنا طبعا متأكد أن كانت تتوقع الولايات المتحدة أن الحوثي في يعني ينتزع مأرب، لكن فوجئ بأن يعني القبائل اليمنية والمملكة العربية السعودية بضرباتها الموجعة دفاعا عن نفسها يعني أوقفت هذه المبادرة. طيب، ولذلك يعني من يصور أن هذه المبادرة ماتت هي ولتمت، لكن الآن أصبحت الكرة في مرمى المجتمع الدولي والولايات المتحدة والشعب. طيب، المملكة العربية السعودية أدت دورها. نعم، بعد الفاصل أستاذ عبد الحفيظ وضيوفي الكرام ومشاهدينا الفاضلين، سنبحث إذا ما كانت الآن الحوثيون صاروا رقما صعبا أم ما زالت المناورة بيد السعودية. وقفة أخيرة ومن ثم لنا عودة.
أهلا بكم أستاذ عادل. رفض الحوثي للمبادرة ووضعهم شروطا يعني قد تكون تعجيزية بالنسبة للسعودية، هل يعني هذا أن الحوثيين صاروا رقما صعبا وأمرا واقعا لا محيد عنه ولا رجوع عنه؟ أولا الحركة الحوثية هي جزء من النسيج الاجتماعي اليمني لا أحد ينكر، ولكنها ليست كما يتصور البعض. الحركة الحوثية تقصد بالمعنى الأيديولوجي أم بالمعنى السياسي؟ بالمعنى السياسي هم جزء من أبناء، لكن بالمعنى الأيديولوجي الحركة الحوثية يعني الشعب اليمني يرفض هذا الفكر القائم على إقصاء الآخر وعلى ما يسمى بالولاية وما شابه ذلك. ولذلك الآن الحركة الحوثية بسبب هذه المبادرات ربما الحركة الحوثية تحقق يعني ما تصبو إليه من هذه الاتفاقيات. الحركة الحوثية لن تقبل بأي مبادرة سلام حقيقية وشراكة سياسية ما لم يتم كسرها عسكريا على الأرض، والسعودية والمجتمع الدولي يدرك ذلك جيدا، ولكن المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة لم يستخدم أي ورقة ضغط على الحركة الحوثية. الآن الأسلحة الإيرانية لازالت يعني تتدفق إلى المجامع المسلحة التابعة للحركة الحوثية. أين هي الإدارة الأمريكية؟ أين هم الأخوة في التحالف العربي؟ لم يعترضوا حتى هذه الأسلحة يعني ولذلك الحركة الحوثية ستستمر يعني في تقديم نفسها على أنها تمثل أبناء الشعب اليمني، وبالتالي ربما تحقق انتصارات سياسية من وراء هذه الاتفاقيات ما لم تحصل عليه من الخيار العسكري أو من القوة العسكرية. لذلك اليوم الكرة في ملعب السعودية على وجه التحديد وليست في ملعب جماعة الحوثي. الأخوة في السعودية يدركون جيدا بأن أمن اليمن مرتبط بأمن المملكة، ولذلك إيران لن تقبل بأي عملية سياسية تحفظ أمن الحرمين وتحفظ أمن وسلامة الأراضي اليمنية. إذن الآن أي مبادرة سياسية لا تعالج جذور الأزمة، وعندما أقول جذور الأزمة وأكرر السلاح وأيضا الجوانب الأمنية، السلاح والجوانب الأمنية هذا أهم ما يكون في المعركة. الحركة الحوثية الآن بيدها سلاح الجمهورية اليمنية وتقاتل بسلاح الدولة اليمنية، واليوم من يقاتل السعودية هو النظام الإيراني من داخل صنعاء، وحسن إيرلو متواجد وهو في المخابرات الإيرانية متواجد داخل صنعاء، وهو من يدير العاصمة اليمنية المغتصبة صنعاء. ولذلك أنا من وجهة نظري الشخصية بأنه لن يقبل أبناء اليمن في نهاية المطاف، والسعودية تدرك يعني في 1970 عندما انتهت الحرب الأهلية وتم ما يسمى بمبادرة سياسية، مبادرة الشرف سموها أو اتفاقية الشرف بين النظام الجمهوري والنظام الملكي، عاد الملكيون اليوم من جديد تحت الحرس الثوري الإيراني وهاجموا السعودية. ولذلك أنا باعتقادي أن هذه المبادرات من الناحية العملية لا معنى لها، إنما هي مجرد يعني حبر على ورق، والخيار المطروح على الطاولة هو الخيار العسكري، ومن ثم ستأتي الحركة الحوثية إلى طاولة المفاوضات. طيب أستاذ أمجد، يعني الآن الإمارات، البحرين والإمارات، دول التحالف العربي وافقت وبالعكس تحمست لهذه المبادرة وعلى رأسها الإمارات. قد يسأل سائل، وهذا سؤال يمكن أن يكون مطروحا بقوة على الأرض، هل يعقل أن الإمارات والسعودية أنشأ تحالفا عربيا وشنوا هجمات بحرية وبرية أوقع ألاف القتلى من جميع الأطراف حتى يعني سعوديين وإماراتيين، وفرضوا حصارا على الميليشيات الحوثية برا وبحرا وجوا، ثم بعد ذلك كل هذا من أجل التقدم بمبادرة لوقف إطلاق النار يتوقف تمريرها على موافقة الحوثيين؟ وهذا يؤكد ما سبق أن قلنا، الحقيقة الحوثيون نجحوا بأخطاء السعودية وبأخطاء سياسات التحالف العربي، هذه هي الحقيقة. وكما تفضل الأستاذ عادل قبل قليل، الموضوع بالفعل المطروح هو حل عسكري، وهو بالمناسبة هذه قراءة خاطئة للصراع في اليمن. أعتقد استخدام الأداة العسكرية في الحالات العربية لا يؤدي إلى نتائج إيجابية. لا يوجد حالة واحدة تم فيها حصار شعب مثلا زي حالة حماس في غزة أو حتى حالة حصار قطر إلا وانتهت بتسوية سياسية. لا بد أن يكون هناك تسوية سياسية في اليمن، والتسوية السياسية عنوانها في الحقيقة. لكن هذا شذ في لبنان عندما تدخل النظام السوري بقواته وسيطر أحكم السيطرة على لبنان، يعني هناك استثناءات بشكل مؤقت. لكن دعني أقول عدة ملاحظات. أول شيء، أن يناسب السعودية أن تكون في سياسات حل النزاعات والوساطة وتقديم المساعدات الإنسانية. السياسات اللي اشتغل عليها الملك فيصل طوال فترة ملكه من سنة 64 إلى عام 75، ثم الملك فهد من عام 1981 حتى عام 2005، سياسات التهدئة الإقليمية. السعودية تحل مشكلات العالم الإسلامي ولا تصاعد ولا تؤزم اليمن، لأنه تأزيم اليمن ليس حلا. هذه واحدة. الأمر الآخر، عليها أن تبحث عن استراتيجية خروج أو ما يسمى exit strategy بسرعة، يعني لا تنتظر أن يأتي حل من ناحية الولايات المتحدة الأمريكية أو من الأمم المتحدة أو مبادرة من إيران أو شيء من هذا النوع. عليها هي أن تبحث عن مخرج من حرب اليمن.
مرة أخرى حرب اليمن خطيئة استراتيجية، يعني لا يمكن للسعودية تحقيق أهدافها كما تتخيل من شن حرب عسكرية. السعودية عليها أن تغير أدوات تنفيذ سياساتها الخارجية وتروح ناحية الاقتصاد وتروح ناحية الأمن، تروح ناحية توقيع شراكات مع قبائل في اليمن. هذا تشجيع حوار وطني يمني، دعم الجيش اليمني، دعم القبائل اليمنية بهذه الصورة يمكنها احتواء الحوثيين بأسهل ما يمكن. الشيء المهم جدا بالنسبة للسعودية، خيارات السعودية الإقليمية واسعة، لو أنها تصالحت مع تركيا وحلت قضية جمال خاشقجي حلا يحقق العدالة لقضية جمال خاشقجي وإرضاء تركيا في هذه القضية وإرضاء خطيبة جمال خاشقجي وكل الأطراف التي يعني تضررت من هذا الموضوع. أكثر من هذا، لديها خيارات التقارب مع باكستان وتركيا لموازنة الدور الإيراني. إيران على فكرة لو وضعت إيران في ضغط إقليمي حقيقي أعتقد أنها يمكن أن تقدم تنازلات، خصوصا مع وجود يعني بيئة دولية مناسبة للضغط على إيران. طيب في مكة أستاذ عبد الحفيظ، يعني كما تلاحظ أن يعني فرص هذه المبادرة تكاد تكون معدومة في ظل الظروف الآن الدولية والإقليمية، وأنت قلت كلمة، قلت حتى لو ماتت هذه المبادرة، علما أن السعودية الرياض توقعت رفض الحوثيين. السؤال الطبيعي، ماذا بعد ذلك؟ هل لدى الرياض خيارات لمرحلة ما بعد الرفض الحوثي لهذه المبادرة؟ حقيقة أودي سريعا لضيفك الأخ أمجد، مصر يعني أمن استراتيجي للمملكة العربية السعودية، وخطيئة استراتيجية دخول المملكة في حرب اليمن. لا، المملكة العربية السعودية لن تقبل حزب الله في اليمن، هذه نقطة. لكن حزب الله صار واقعا أستاذ عبد الحفيظ. لن تقبل. أيضا المجتمع الدولي، الاستراتيجيات ترى اختلفت. الأخ أمجد يعيدنا الاستراتيجيات التاريخية، انتهت الآن. لم يقبل المجتمع الدولي حسم عسكري، وفهمت السعودية هذا الموضوع، ولذلك خرجت بهذه المبادرة. الحقيقة يعني أي مقاربة بين اليمنيين تقبلها المملكة العربية السعودية، ولن تقبل المملكة العربية السعودية أن تجلس على طاولة المفاوضات مع الحوثيين إلا ضمن المجتمع اليمني. هذه النقاط يجب. طب أنت كمراقب أستاذ عبد الحفيظ، هل بوارد أن تلجأ الرياض إلى لجوء بعض الحلول التي تحدث عنها هنا في الاستوديو أمجد، من إنشاء تحالف قبائلي مثلا في اليمن لمواجهة التمدد الحوثي، اشتغال على القضايا الأمنية، القضايا شراكات اقتصادية؟ هل بوارد أن موجود تكون موجود؟ هذا موجود حقيقة على أرض الواقع، موجود على أرض الواقع. لماذا لا يثمر يعني نتائج على الأرض برأيك؟ هي في عاملين، المجتمع الدولي وإيران. المجتمع الدولي كان يعني يراوغ ويمنع أن المملكة العربية السعودية تصبح قوة إقليمية كاشفة، خصوصا أنها الآن بدأت تمتلك أسلحة متقدمة، ويعني الضربات الأخيرة للحوثيين التي طبعا يعني أضعفتهم تماما، وكانت خلال فترة ترامب غير قادرة المملكة العربية السعودية على أن تقوم بمثل هذه الضربات. استثمرت المملكة العربية السعودية الضربات الأخيرة من الحوثيين وجيرتها لصالحها، وقضت على كما ضيف كان يستهزئ ان يعني العسيري قال انت قضينا على 80%. طيب دخلت اسلحه جديده. نعم صادق استاذ عبد الحفيظ، يعني ارجو المعذره، يعني هو لم يكن المجتمع الدولي. استاذ عبد الحفيظ، يعني ضيفي لم يكن يهزأ، ولا اقبل اصلا بان يهزأ يعني بكلام العسيري، وانما هو يقدم رؤيته يعني من باب انه ما دمت خاطئه كانت نعم خاطئة. رؤية تفضل. نعم لكن انا بخطيها، انا حقيقه يعني انا بخطيها بقول انه هو فعلا قضى على 80% ودخلت اسلحه جديده. الان الضربات كان في عهد ترامب، كان حقيقه المملكه العربيه السعوديه حذره جدا ولم تقم بضربات، وكانت ساحات القتال هادئه حقيقه، كان هناك اتفاق ستوكهولم ولكن لم يتحقق. الان الحقيقه بعد في عهد بايدن بدا التصعيد من الجانبين، واستثمرت المملكة العربية السعودية هذا التصعيد لصالحها حقيقة، والآن أصبح الحوثيين مجردين من الأسلحة المتقدمة. أنت تحدثت عن العقبات صحيح، لكن هو سؤالي الأخير لك، خيارات السعودية في المرحلة المقبلة؟
خيارات السعودية الآن أصبحت زي ما ذكرت قبل شوي، الكرة في مرمى المجتمع الدولي والولايات المتحدة والمجتمع اليمني. المملكة العربية السعودية لن تقبل أن تكون إيران طرف، ولن تقبل أن يكون الحوثي طرفا وحيدا. هذه نقاط استراتيجية أساسية. طيب أشكرك، يعني أعود إلى الاستديو أستاذ عادل. يعني ما يحصل الآن في اليمن مرشح لأحد خيارين لا ثالث لهما، إما استمرار الحرب وإما أن تقبل السعودية بتقديم مزيد من التنازلات. إلى أين يتجه اليمن في هذه المرحلة؟ أولا الكرة وأكرر هي في ملعب الأخوة في المملكة العربية السعودية راعية اتفاقية الرياض. رموا الكرة. لا لا لا، المجتمع الدولي ينظر إلى اليمن كما ذكرت، إلى اليمن منظور أمني وإنساني فقط، أمن الملاحة في البحر الأحمر والخليج العربي وما شابه ذلك، لا ينظر إلى القضايا الأخرى الجانبية داخل الأراضي اليمنية. إذن الآن هناك عدة سيناريوهات. السيناريو الأول أن تقبل الحكومة السعودية بالحوار المباشر مع الحركة الحوثية، ومن ثم انزلاق اليمن إلى مربع العنف أكثر من أي وقت مضى، وهذا يهدد أمن المملكة العربية السعودية، أو أن تترك أو أن تنفذ اتفاقية الرياض الجوانب الأمنية والعسكرية وتدعم الجيش اليمني الشرعي لحسم الموقف عسكريا على أقل تقدير في الحديدة وفي مناطق أخرى، ومن ثم تأتي الحركة. هل يستطيع أن يفعل ذلك الجيش؟ نعم يستطيع. لولا ضغط الأشقاء في المنطقة في الخليج. لماذا؟ لأن هناك حسابات خاطئة مع الأسف مع الأشقاء في الخليج، وعلى وجه التحديد في السعودية والإمارات. اليوم في الساحل في 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 الحديدة يتم إعلان ما يسمى المكتب السياسي التابع للمقاومة الوطنية بدعم مباشر من الإمارات. نحن لسنا بحاجة إلى كيانات سياسية أخرى بعد الانتقالي وبعد ما يسمى، نحن بحاجة إلى دعم دولة يمنية موحدة، ومن ثم نحافظ على أمن بلادنا وأمن السعودية. ولكن الوقائع على الأرض تؤكد بأنه لا مستقبل للعملية السياسية. لكن هذا الإمارات الذي تفعله ألا يحقق مصالح الملاحة الدولية لصالح؟ ألا يمكن أن تكون ما تفعله الإمارات لمصالح دول كبرى تريد أن تضمن حرية الملاحة في المنطقة؟ أولا الإمارات هي من ضمن الأدوات التي تساعد الإدارة الأمريكية في حفظ المنطقة، ولكن هذا على حساب أبناء اليمن وعلى حساب وحدة وسلامة الأراضي اليمنية. إذن كيف تحافظ على أمن الملاحة في البحر الأحمر وأنت تفكك الأراضي اليمنية وتفكك الشعب اليمني إلى كانتونة متناحرة في الغرب والشرق والجنوب؟ ولذلك أكرر مرة أخرى، دعم السلطة الشرعية وتنفيذ الجوانب الأمنية والعسكرية من اتفاقية الرياض هو الحل، ومن ثم ستأتي الحركة الحوثية إلى طاولة المفاوضات ويكون لها حتى جزء من الكعكة السياسية. طيب يعني طلب التدخل، بقي معنا أقل من دقيقة. تفضل. أقل من دقيقة. أنا رأيي أنه لا يوجد حل سحري للأزمة في اليمن، وأن سياسة الرئيس بايدن تركز على قضايا دولية وخصوصا الصين وروسيا والمناخ ومواجهة كورونا إلى آخره. بمعنى آخر، هو ليس لديه وقت كبير حتى يلتفت إلى اليمن. ما لم تتوجه السعودية لحل الموضوع إقليميا عليها أن تفعل ذلك وأن تراجع سياساتها الخارجية إذا كانت تريد فعلا حل أزمة اليمن، وأن تخرج من اليمن بأقصى سرعة ممكنة حتى لو باتفاق مع الحوثي. يعني هي ليس لديها خيارات طويلة، ولذلك ترى أن اتفاقية الرياض المبادرة السعودية تجد أنها دائما تولد ميتة. فلذلك على السعودية أن تبحث عن الأدوات التوفيقية، المساعدات الإنسانية، الوساطة، الحلول، تنشيط الدور العماني، تنشيط الدور القطري، الدور الكويتي، هذه بجملتها التقارب مع تركيا مع باكستان، كل هذا يمكن أن يوفر بعض الحل الإقليمي لهذه الأزمة، لأنه العالم ليس ملتفتا إلى منطقة الشرق الأوسط كثيرا، وأن علينا أن نوفر حلولا إقليمية لهذه الأزمة. وما زال مستقبل اليمن معلقا في رحم المستقبل. أشكر ضيوفي الكرام معي في الاستوديو، كان الدكتور الأستاذ عادل دشيلة الباحث السياسي، وكذلك أمجد جبريل الباحث في الشؤون العربية والإقليمية، وعبر الهاتف من مكة المكرمة عبد الحفيظ عبد الرحيم أستاذ الجغرافيا السياسية والاقتصادية. شكرا لكم مشاهدينا الفاضلين، في حراسة الله.